اعتقد ويلاق سنه ان شاء الله تريد الهمه. هذول مهندسين كلهم اليوم سعيدين بشوفك. احنا مشاريعنا الحمد لله ماكو مشروع يتلكى او يتاخر اكثر من شيفت وفتره قياسيه للجاز. والله احنا اليوم كنا نتحدث بهذا الموضوع قلنا رئيس الوزراء سوى الجسور بثلاث شهور. الله يعيننا احنا بكم البركه. الله يحفظك. الرحمن الرحيم. اليوم وعلى بركة الله وضعنا حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الضباط القادة، وبطلب من وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء تم إقرار هذا المشروع وإحالته على الشركة الصربية المنفذة. اليوم لله الحمد وضعنا حجر الأساس واستمعنا إلى مخطط التنفيذ وتفاصيل المشروع والتي حرصنا على أن تنفذ بأرقى المواصفات وتراعي مستوى التطور والحاجة لهذا المرفق للمؤسسة العسكرية. أيضا اهتمامنا بهذا المشروع هو جزء من رسالة الرعاية والاهتمام للضباط القادة، سواء كان ممن موجود في الخدمة والمتقاعدين هم وعوائلهم. مهم جدا هذا الجانب الخدمي والترفيهي، فضلا أن هذه البناية يضم مرافق كثيرة تتعلق بالقاعات والمسرح والشقق المنتسبين الضباط، وإن شاء الله ينجز وفق المنهجية تنفيذ الحكومة للمشاريع بشكل أسرع وبالدقة المطلوبة وفق المواصفة المتفق عليها في العقد.